مرحبا، رجعنا اليوم بوصفة حلو جديدة، حلى السميد والحليب المحموس. وصفة جدا لذيذة، ضروري تجربوها. اشتركوا بالقناة، سوونا لايك وشير، ويلا نبدي نسوي وصفتنا. مكوناتنا: حليب باودر، سميد ناعم، قشطة وسكر. بس هالأربع مكونات راح نسوي منها القاعدة. أول خطوة راح نسويها راح أخلط الحليب الباودر مع السميد الناعم مع السكر، وراح نحمسهم على النار، بس ننتبه أبدا ما نتركها، نظل نقلب بيها إلى أن نحصل على هذا اللون الذهبي الحلو. هو وحار راح أحط عليه مقدار القشطة وأقلبه حتى أحصل على هذا الشكل من العجينة. راح أفرشها بالبايركس، أنا هنا استعملت بايركس تقريبا قطرة 30 سنتيم، وراح أسوي منها القاعدة، حدخلها للثلاجة بين ما أسوي الطبقة الثانية. الطبقة الثانية راح أستعمل بيها قشطة والزبد. لما أكتب لك أني بفد مقدار ما تحتاج إلى ميزان، أنا هنا ذكرت لك 25 غرام. الزبد أصلا هو مقسم، فراح تأخذ على هاي التقسيمات. هاي 25 غرام من الزبد راح أحط عليها ملعقتين من الشوكولاتة القابلة للدهن بالبندق، أكيد كلكم عرفتوها. هخليها على النار إلى أن تذوب والمكونات تتجانس سوية. وهيجي ذابت المكونات وصارت عندي صلصة الشوكولا جاهزة، راح نحطها على الطبقة الأولى اللي هي الحليب والسميد المحموس. هيجي راح تدخل للثلاجة لمدة ساعتين، وبعدها راح نبدي نقطعها. طبعا هنا واضح آثار الجريمة أصبع منو. يلا راح نبدي نقطعها. أنا حبيت أقطعها على شكل مربعات صغيرة، وطبعا انطفت الكهرباء، شي طبيعي. نرجع نكمل تقطيعنا ويلا نذوقها. وهيجي حلو اليوم صار جاهز، راح نذوقه سوية. أنا حبيت أقسمه هيج مربعات صغار على قد لقمة لقمة. وبسم الله. رائع. تود تذوقين؟ لا. أوبن. سي بسم الله. I need the balloon. ومع السلامة.